اللحظات الأولى إحنا بعد صلاة العشاء صلينا العشاء وقاعد أنا وأخوي وابن عمي وابن أخوي وأخوي وأنا قاعدين هنا بعد صلاة العشاء على 8:30 تقريبا، ما شفنا حالنا إلا إحنا تحت الأرض. أنا طبعا شالوني الشباب قاعد ساعة ونص ومطوله مني من تحت الأركام تحت الردم، وابن أخوي استشهد وأخوي استشهد وما فيش إلا أنا طلوني من تحت الركام. عندك بنتي ملك، عندي بنت أخوي الثاني اللي هي تالا، وعندك سيلة، هذول كنت أحبهم ويحبوني ويجوني ونقعد مع بعضنا ونضحك مع بعضنا ونمزح مع بعضنا، هذول فقدتهم الحين. بل يعني بتذكر إنه أنا كنت ألعب معهم وأروح معهم وبصفن هنا قاعد بصفن باللي كان وباللي صار واللي كنا وين وصرنا وين.